صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتم النبيين سلام الله عليكم، نحييكم مشاهدينا أوفياء قناة القرآن الكريم مباشرة من قناة القرآن الكريم، نحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة في هذا اليوم الطيب من بداية هذا الأسبوع، واليوم 19 من شهر ماي. تحتفي الجزائر بالذكرى 68 لعيد الطالب. أين حلت البندقية مكان القلم؟ واختار الطلبة الجزائريين الالتحاق بمسار الثورة وبركبها مع إخوانهم المجاهدين، مع إخوانهم المجاهدين، واتحدوا على كلمة رجل واحد. هذه الأحداث التي شكلت مسارا فارقا في تاريخ الثورة الجزائرية حسب المؤرخين. ومن هؤلاء الطلبة منهم من نال شرف الاستشهاد، ومنهم من اختار أن يكمل مسار الاستقلال لتنال الجزائر استقلالها. وفي هذا البرنامج لي اليوم من سلام عليكم وقفة في هذه الذكرى على مختلف فقرات وأركان البرنامج. أنتم على المباشر وبرنامج سلام عليكم، ابقوا معنا. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من سترك الذي لا يرفع ومن رحمتك التي وسعت كل شيء. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ودائما مع البطولات التي صنعها الطلبة إبان الثورة. الحديث في برنامج سلام عليكم عن دور شباب هذه الأمة والفئة المتعلمة، بخاصة في النهوض بالأوطان واستكمال مسيرة البناء، وهذا من خلال فقرات وأركان البرنامج. وحديث عن هذا الموضوع في ركن شفاء الروح بعد فاصل قصير. سلام عليكم، عليكم سلام. والموضوع نتحدث من خلاله مع أستاذنا الفاضل زكريا عبد اللطيف. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نعم. ومرحبا، وتحية طيبة عطرة لكل المشاهدين الأكارم. نعم. ودائما نسأل الله التوفيق والسداد والصدق والإخلاص. آمين رب العالمين. والمناسبة اليوم هي ذكرى 19 من شهر ماي، ذكرى عيد الطالب، هي صفحة مشرقة في تاريخنا العزيز. الحديث عن دور الشباب
في النهوض بالأمة ودوره أيضا منذ أن جاء الإسلام في نصرة الإسلام. نعم تفضل. نعم صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في مثل هذا اليوم تحتفي الجزائر بهذا العيد، ما يسمى بعيد أو يوم الطالب، ما يصادف يعني 19 من ماي سنة 56 و900 وألف. يعني هذه أو هذا اليوم كان منعرجا مهما في تاريخ الثورة الجزائرية بصفة عامة وفي تاريخ الحركة الطلابية. ولما نقول الحركة الطلابية يعني هذه الطلبة كما تفضلت يعني لهم دور مهم وفعال في المجتمع. الطلبة آنذاك يعني أسسوا اتحادا سموه الاتحاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. كانت النواة الأولى لظهورها. نعم هي النواة الأولى يعني أسس في يعني عام سنة 1955. ولما نقول المسلمين يعني لابد أن نضع خط في على هذه الكلمة، يعني في ذلك الوقت إبان الاستعمار وكان يحارب الاستعمار، يعني هذا ابتداء يعني ثبات على المبادئ أكيد. هذا تحدي للاستعمار للمستخرب وإلى غير ذلك. فكان تأسيس هذا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، والذين كانوا ضمن هذا الاتحاد يعني كبار الطلبة آنذاك، وعلى رأسهم الطالب عبد الرحمن. عبد الرحمن الطالب يعني سميت عليه إقامة الجامعية المعروفة هنا في العاصمة. وهذا الطالب يعني كان ذكيا جدا ودوخ المستخرب الفرنسي بذكائه، وكان يسمى كيميائي الثورة. ويعني هو الذي يعني كان يصنع بعض القنابل أو يطورها وإلى غير ذلك. أيضا أحمد رضا حوحو، أيضا طالب أحمد طالب الإبراهيمي وهو على قيد الحياة، نجل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وغيرهم، طالب اللونيسي وغيرهم كثير. فكانوا يعني هم نواة هؤلاء الطلبة. وعلى فكرة أيضا يعني عدد الطلبة آنذاك كان قليل جدا. يعني في سنة إحصائية سنة 1909 كان عدد الطلبة الجامعيين لا يتجاوزون 300 طالب فقط. وكانوا يعني جامعة واحدة آنذاك هي الجامعة الجزائر، الجامعة المركزية الآن فقط. فكان هؤلاء الطلبة يعني علموا دورهم وعلموا المهمة المنوطة لهم، وهذه يعني مهمة أو دور عفوا هو دور مهم جدا للطلبة للشباب لهذه المرحلة. فاستغلوا هذه المرحلة، لم يعني ينتقصوا من حقهم، لم ينتقصوا من دورهم، وفعلوا تلك الانتفاضة وغادروا كما قلت يعني مدرجات الجامعة ومقاعد الثانويات والتحقوا ولبوا نداء الثورة. وهذه أيضا وقفة أخرى، وهذه ما يسمى الآن بفقه الموازنات ولا فقه الأولويات. يعني الإنسان صح يعني على أهمية العلم وطلب العلم، والإنسان يعني في مساره الدراسي وهو ينتظر تلك اللحظة المهمة، لحظة التخرج، ولكن ضحوا بكل هذه السنوات والتحقوا بإخوانهم هناك. هذا النقطة الأولى، وهي معرفة فقه الأولويات وفقه الموازنات. فالإنسان دائما يوازن بين المصالح والمفاسد، بين المهم والأهم، وما هو الواجب المضيق والواجب الموسع. يعني كان صح هذا واجب وهذا واجب، ولكن بعض الواجبات لها سعة من الوقت أكيد. وبعض الواجبات يعني لازم الإنسان يفعلها في ذلك الوقت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني التحاق الطلبة وهم النخبة المثقفون بمصالح الثورة الجزائرية يعني أعطت صبغة شرعية لهذه الثورة. صح. يعني كما الآن ما يقومون به إخواننا هناك المجاهدين المرابطين هناك في فلسطين، واتهامات عليهم بأنهم إرهاب وبأنهم لا يمثلون المسلمين ويعني نصفهم بكذا وكذا وكذا، كذلك يعني الذين فجروا الثورة يعني وصفوا ونعتوا بهذه الأوصاف. نعم قالوا بأنهم هؤلاء قطع الطرق،
وبأنهم لا يمثلون الشعب الجزائري ولا يمثلون الدولة الجزائرية وإلى غير ذلك. فلما التحق هؤلاء الطلبة، هؤلاء الثلة المثقفة، هؤلاء النخبة، يعني أعطوا شرعية لهذه الثورة الجزائرية بأنها تريد الحرية، بأنها تريد الاستقلال، بأنها لا تريد الاستعباد، وهذا يعني ما يمليه عليهم الإسلام. يعني الإسلام يعني حرم الاستعباد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلما التحق هؤلاء الثلة كما قلنا المثقفة، هؤلاء النخبة بالثورة الجزائرية، يعني أعطتها صبغة عالمية، خلينا نقول عالمية، صبغة عالمية، أعطتها صبغة شرعية، صبغة دفاعية عن الوطن. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة جدا وكنت أشرت إليها قبل قليل، أن الإنسان يعني لابد أن يكون هذا العمل في عمل جمعوي شبابي. صح. فهم يعني كانوا يعني أولا أسسوا هذا الاتحاد، وهذا يعني إنشاء الجمعيات وإنشاء المؤسسات يعني لابد منه. طبعا. العمل الفردي والاجتهاد الفردي مهم، ولكن لا يكفي هذا الأمر. فلما كان هذا الاتحاد واختيار اسم هذا الاتحاد هذا أيضا مهم جدا. فالآن يعني الحمد لله كان عدة جمعيات وطنية، جمعيات ولائية. فالإنسان إذا كان يعني مقصدها وهدفها هو الخير وإن شاء الله كامل يعني نحسن فيهم الظن، صح. فالإنسان يعني يستعين بهذه الجمعيات من أجل التطور، من أجل النهوض، من أجل نفع المجتمع. نعم. والحديث اليوم مهم عن دور هؤلاء الشباب الآن في هذا العصر ودورهم في استكمال مسيرة البناء. نعم، واجب يعني هذه المرحلة، المرحلة المهمة، مرحلة العطاء، مرحلة القوة، مرحلة البذل، مرحلة الاجتهاد، هذه لابد على الإنسان أن يستغل هذه المرحلة. أكيد. وهذه المرحلة يعني يوم القيامة سنسأل عليها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وش هذه الأسئلة الأربع؟ سؤال عام عن العمر وعن عمره فيما أفناه، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذا العمر، هل استغلينا هذا العمر أم ضيعنا هذه الأوقات وهذا الزمن هدرا. فالإسلام يعني قدس الزمن وقدس الوقت، فهذا كل العمر سنسأل عنه. ثم سؤال خاص عن مرحلة الشباب، يعني مرحلة مهمة في حياة الإنسان، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله، اثنين أسئلة عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فمرحلة الشباب مهمة، والحياة أو السنوات الذهبية في هذه مرحلة الشباب هي مرحلة الدراسة. أنا دائما أقول لإخواننا الطلبة الجامعيين أن استغلوا هذه السنوات، هي السنوات الذهبية شئنا أم أبينا في حياة الإنسان، وتبقى يعني راسخة في حياتي، وتبقى يعني ذكريات جميلة والزمن الجميل كما يقال الآن وإلى غير ذلك. فالإنسان يعني لابد أن يستغل هذه الفترة. ولا أدل على ذلك يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما في سيرته دائما كان يستعين بالشباب، كان يعني يعطيهم المكان المناسب وهم كفء لهذا، يعني يأخذون هذا المكان المناسب وهذا المنصب يعني عن جدارة واستحقاق. ولا أدل على ذلك يعني قبل وفاته يعني جهز جيش أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، يعني وسنه لا يتجاوز 17 سنة، يعني هذه يعني يدل على إعطاء فرصة للشباب. هنا يعني شباب ما شاء الله، هناك طاقات ونعرفهم يعني ما شاء الله، ولكن لابد أن يوجهوا أيضا. واحد يقولنا الآن يعني خلاص هذيك الجيل القديم ولا هؤلاء الذين كانوا طلبة ولا هؤلاء الثوار يعني كانوا سابقا، ما كانش هذه المغريات، ما كانش هذه الوسائل التكنولوجيا وإلى غير ذلك.
ولكن عندنا نموذج حي. صح. نموذج لإخواننا هناك، هؤلاء الشباب الذين خلال هؤلاء الشهور وهم يرابطون، هذا أيضا عندهم هذه المغريات. صح. وعندهم هذه التكنولوجيا وعندهم هذه الهواتف الذكية وإلى غير ذلك ينفع. ولكن نعم سخروها. نعم. وجعلوها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. هؤلاء الشباب الذين دوخوا العالم، يعني حقيقة هذا إنجاز رباني. نعم. وهي قوة ربانية سبحان الله، يعني خلال كل هذا الأشهر ما قدروش يحققوا ولا هدف من الأهداف. ما قدروش يحرروا ولا أسير. هؤلاء. صح. الذين هم أبناء الصحوة الإسلامية عندهم. نعم. هم أبناء المدارس القرآنية. صح. هم أبناء المساجد، هم أبناء الجامعات أيضا، يعني بعضهم يعني أقدم من موالد 2002 2003. صح. 2001، يعني صغار، شباب صغار الآن. نعم. لابد أن نقتدي بهم. فاعتنى كما قلت يعني الإسلام بالشباب، اعتنى بهذه المرحلة، فالإنسان لا يحتقر نفسه. نعم. الإنسان لابد أن يكون له دور إيجابي، دور فعال في المجتمع، وكفانا من الشعارات السلبية، من الشعارات التي تحطم الإنسان. نعم. من الشعارات التي تدعونا إلى الجهل، وتدعونا إلى الكسل، وتدعونا إلى الخمول، وتدعونا إلى السبات. وقلنا لابد أن نعرف يعني ما هي الأولويات، لا يعني نهدر الأوقات ونضيع الطاقات فيما لا ينفعنا. يعني الآن بعض الشباب إن شاء الله يكونوا قلة، يعني يهدرون أوقاتهم يعني ممكن أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. صح. ونعطي لها كل الأوقات ونعطي لها كل الجهد تاعنا، ومفروض يعني نوجه هؤلاء الطاقات، يعني فعلا يعني طاقات. نعم. ودائما نقول فيهم الخير وما شاء الله، ولكن يحتاج منا إلى توجيه، إلى مصاحبة. نعم. إلى متابعة معهم. نعم. نعم. ومن هؤلاء الشباب اليوم هم يجتازون، مقبلون على اجتياز مختلف الامتحانات. نعم. نعم أكيد. يعني هؤلاء. نعم. دائما نقول هم الصفوة تاع الصفوة، يعني. نعم. صفوة المجتمع هم الشباب. نعم. وصفوة الشباب هؤلاء المتعلمون، وصفوة هؤلاء المتعلمون يعني سامحوني أخص بالذكر يعني طلبة المدارس القرآنية. صح. فدائما نقول لهم أنتم الصفوة الصفوة الصفوة. ما شاء الله. أكيد. فهؤلاء يعني المقبلون على هذه الامتحانات، سواء يعني بدأوا كثير من السنوات المتوسط والثانوي، بدأوا اليوم هذه الامتحانات، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. آمين. والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الامتحانات بردا وسلاما عليهم. ثم أيضا تأتي الامتحانات الرسمية، ممكن يعني نخصص لها حصة لهذه الامتحانات. وأبدأ قبل من نوجه نصائح لهؤلاء. نعم. التلاميذ أيضا نشكر الأولياء، يعني من الآباء والأمهات الذين يتعبون من أجل أوليائهم. نعم. من أجل أولادهم عفوا. يعني سابقا كان طالب وحده يعني يجتهد ويقرأ ولا غير ذلك، ولكن الآن مع الضغوطات وتغير. نعم. المنهاج ولا غير ذلك، يعني هذا واقع حقيقي. صح. يعني لما يكون في الامتحانات يعني ندق أو تكون حالة الطوارئ. تأهب. نعم. تأهب وحالة الطوارئ في البيت. نعم. نقول يعني الإنسان لا يعطيها هذه الامتحانات أكثر من حجمها. أكيد. ولا يهملها، ولكن حتى الآباء والأمهات. نعم. يعني لهم يجتهدوا مع أولادهم ويقريهم ويتعبوا معاهم ويتعبهم حقيقة، إن شاء الله تكون هذا التعب وهذه. نعم. التضحية إن شاء الله في موازين حسناتهم. آه. ودائما أي إنسان يتمنى هذا الولد أن يكون ولدا صالحا يدعو له بعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من. نعم. ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأبناء قرة عين لأوليائهم، لآبائهم، لأمهاتهم. النصيحة يعني باختصار شديد. نعم. أولا علينا أي إنسان، علينا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنا دائما كيف واحد يصلي لله يروح يدير عمل خيري، أنا نقرأ عليه لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بالقراءة. وأول أمر ليس صلي، ليس صم، ليس زكي، أول أمر هو. نعم. اقرأ. وكما يقال يعني القراءة هي مفتاح العلوم. نعم. فالإنسان معلش من الصغر نعلمه باللي هذه القراءة يؤجر عليها، هذه القراءة أنت في مقعد الدراسة وميزان الحسنات يعني يملأ، ما نعلقوش يعني القراءة ولا الدراسة بالعمل.
أكيد. أنا دائما كاين خطأ يعني يا وليدي قرأ بتخدم لما قريتش ما تخدمش. نعم. فالإنسان قد يعني يتخرج من الجامعات وما يلقاش عمل فيصطدم، فهنا دائما يعني نعلمه القراءة من أجل القراءة، كما قال شيخنا محمد الغزالي رحمه الله: وأتعلم العلم من أجل العلم. صح. لا من أجل جاه ولا رغيف، مشي من أجل الخبزة، مشي من أجل المنصب، لا من أجل جاه ولا رغيف. فالإنسان دائما يخلص النية لله سبحانه وتعالى. نعم. وما كان لله دام واتصل، وما نعم. كان لغير الله انقطع وانفصل. الأمر نعم. الثاني هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل نعم. على الله. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، الإنسان يتخذ الأسباب، الإنسان لازم يجتهد، الإنسان نعم. لازم يعني يضحي. ولما نقول الاجتهاد، وش هو معنى الاجتهاد؟ يعني بذل الجهد فوق الحد المعتاد. نعم. يعني واحد راه يقرا يا وليدي يقرا والله لا عييت، لا معليش حتى يعيا يزيد نعم. شويه فوق هذا كل الجهد يعني المعتاد. فالانسان هذا هو الاجتهاد، يعني الانسان يعني يجتهد اقصى الوسع. ما نقولوش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهنا نبذل ادنى الوسع، فلازم نجتهد أقصى الوسع. الإنسان يجتهد، يثابر، ينظم وقته. هذه أيضا نصيحة من النصائح، يعني نعم. تنظيم الوقت، خاصة يعني الامتحانات والامتحانات الرسمية، يعني مقررات طويلة وكثيرة، فتحتاج منا إلى تنظيم الوقت. فقلنا الإنسان لازم يجتهد، ثم بعد الاجتهاد وبعد نعم. اتخاذ الأسباب يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى. عشان نشوفوا في بعض الأحيان يعني بعض الطلبة يعني ممكن يصيبهم الغرور، ممكن صح. الشيطان يدخل إلى بعض المداخل. صح. يقول لك خلاص راني حافظ وراني ضابط كلش ولا ذلك، ويتكل على ذلك الحفظ، ثم صح. لما يدخل إلى قاعة الامتحانات يتبخر كل شيء. على يعني الإنسان لازم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فاتخاذ الأسباب مهم. مش الإنسان يعني جالس ويقول الناس ادعوا لي، يعني هذا يعني مخالف تواكل. نعم كما نعم هذا التواكل. نعم. يعني كما ذكرنا مقولة الشيخ محمد البشير نعم. الإبراهيمي: إن مادة دعا يدعو، لا تنسخ مادة عدا يعدو، وإنما صح. تنسخها أعد يعد واستعد يستعد. نعم. فالإنسان الدعاء وحده ما يكفيش، كما يعني يذكر مثال إنسان، هذا مثال يذكر يعني أحد الطلبة يعني دخل إلى قاعة الامتحانات وسئل عن عاصمة مصر، قالوا له شي عاصمة مصر، جاوب دمشق. لما خرج قالوا له وش جاوبت؟ قال لهم دمشق. قالوا له لا القاهرة. فقال اللهم اجعل عاصمة مصر دمشق. يعني هذا الدعاء يعني مستحيل، يعني لا يمكن إنسان أصلا يدعو. فالإنسان يعني جالس في خمول لا يدرس لأغر ذلك، وما تدعي ولنجي معدل 16 ولا معدل 18، لا يمكن هذا الأمر. فالإنسان لابد الإنسان أن يجتهد، الإنسان يبذل أقصى الوسع، ثم يتوكل على الله. وأيضا الدعاء، يعني الإنسان يدعي الله عز وجل، وأيضا دائما يطلب الدعاء من الوالدين، وبال الوالدين يدعوا لك يعني من قلوبهم، يعني لازم ترضيهم. شي واحد يعني يغضب والديه ما يخض لهاش رايها، دائما يعني في شجار مع والدته، خاصه الوالده يعني في بعض الاحيان يعني نحقروها ولا غير ذلك، فلازم ترضي الوالده. فلما يخرج هذاك الدعاء يخرج دعاء من القلب. فالدعاء مهم جدا. هذه يعني بعض النصائح، وهذه الوقفات، بعض الوقفات في هذه الذكرى، ذكرى يوم الطالب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون خير خلف لخير سلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتخرج من هؤلاء الطلبة العلماء العاملين العالمين الذين ينفعون العبادة والبلاد. آمين رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يكون طلبتنا اليوم وأبناؤنا من المؤمنين الأقوياء يدافعون عن أوطانهم، كطلبة الثورة الذين دافعوا عن الجزائر. ورقة في الموضوع مع الزميلة إيمان بوساق، ونعود بعدها. Thank you.
19 من مايو 1956 تاريخ شاهد على عمق وعي الطلبة الجزائريين خلال حرب التحرير، والذين اختاروا التخلي عن مقاعد الدراسة وتلبية نداء الواجب بالالتحاق بصفوف جيش التحرير والمساهمة في العمل الثوري لتستفيد الثورة من كفاءتهم وتخصصاتهم العلمية ويساهموا في إسماع صوت القضية الجزائرية في المحافل الدولية. نحن للمجد بنا، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالية. هذه المناسبة وإن تكررت كل سنة واحتفلنا بها ما زالت حية مستمرة لقيمتها. أولا لقيمتها التاريخية باعتبار ما حدث في بين الثورة التحريرية، يعني ما كان يعني إلى حد ما أن تشتد الثورة وتكون لها القوة والتأثير ويعني الوصول إلى أبعد نقطة لولا الطلبة، لولا العلم ولولا الطلبة. طبعا طلبة علمهم كانوا آنذاك شبابا يفيعين وكان لهم يعني رغبة شديدة في إخراج المستعمر يعني بالسلاح، بالسلاح يعني يقولك سلاح العلم على وجه الخصوص. كان للطالب الجامعي أو الطالب الجزائري دور مهم وفعال في الثورة التحريرية الجزائرية، وكان يشجع الجزائريين على خوض غمار هذه الثورة من أجل استرجاع السيادة الوطنية. ومن أوجه مشاركة الطالب الجزائري في ثورة التحرير أنه كان ينظر إليه نظر القدوة على أساس أنه المتعلم، على أساس أنه المكون المثقف، فيعني لا شك أنه شكل القدوة وكان المحرك ل يعني قارينه من الشباب وكل ما في هذا المعنى من يعني في هذا الاتجاه من معاني. كل واحد ساهم بوش يقدر عليه، كما الجنود ساهموا بالسلاح، كما العلماء ساهموا بالعلم، لأنه العلم أيضا سلاح وتقدر تقول أكبر سلاح. والإنسان عندما يتعلم العقيدة وعلاش راوي يحارب وشن هو الهدف اللي راوي يحارب على جاله، هذا يعطيه دافع أكبر باش يحارب. التطلعات تختلف، إلا أن الروح الوطنية ولله الحمد موجودة، خاصة باعتبار أنه يعني يعني الطبقة المثقفة من المجتمع يعني مجرد تواجده وتواجده في مقاعد الجامعات وفي مقاعد الدراسة والتكوين، هذا دليل على التزامه بهذا الوطن وعلى تمسكه بمبادئه الوطنية ومبادئه الدينية ومبادئه الأخلاقية. نعم، مازال الطالب الجزائري يحمل نفس الروح الوطنية، وذلك بخدمته لوطنه عن طريق طلبه للعلم وعن طريق تعلمه وتقديمه لمشاريعه ومعلوماته ونشر العلم في المجتمع. طالب اليوم مازال عنده الروح الوطنية ويدافع على بلاده، وهو إن شاء الله يرفع من مستوى تاع بلاده ويطلعها في كل المجالات، كل طالب وفي المجال تاعه بها يقدر يرفد البلد تاعو وتحيا الجزائر. الطالب اليوم أو الطالب في السابق والطالب اليوم وجهان لعملة واحدة، ما زال الرهان مستمرا. اليوم في الثورة هذه العلمية وفي المستحدثات وفي التكنولوجيا وفي أشكال أخرى من أو من الاستعمار أو من الاستثمار إن صح التعبير، هو أن يشتت هؤلاء الشباب ويشتت تفكيرهم، وهذا ينبغي أن نتصدى له ويتصدى له الإنسان بالتعلم والعلم، لأن الطالب لأن الناشئة عليهم بطلب العلم والسعي ولا يملون ولا يكلون، يعني ماذا بعد الوظيفة، ماذا بعد العمل. الجزائر كانت وستبقى شامخة بسواعد أبنائها الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل أن تنعم بالحرية والسيادة. سلام عليكم، عليكم سلام.
وطلبته اليوم هم دائما على الموعد بأن يكونوا خير خلف لخير سلف، والحديث عن هؤلاء الطلبة مع ضيف البرنامج بعد الفاصل. سلام عليكم، عليكم سلام. يحضر معنا في بلاطو اليوم السيد الأستاذ عادل عشير، طالب وماستر في أستاذ في التاريخ. أهلا بكم سيدي، كيف حالك؟ نعم، شكرا على الاستضافة. نعم، شكرا، لا شكرا على واجب. أنتم اليوم من بين الطلبة ما شاء الله الذين استكملوا دراستهم وأخذتم تخصص التاريخ، هو تخصص مهم. الحديث اليوم عن تاريخ الجزائر وعن الذكرى التي تحتفي بها 68 تحتفي بها الجزائر، ذكرى يوم الطالب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ببداية أهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة القيمة وهي عيد الطالب، بحيث أن هناك طلبة شبان تخلوا عن مقاعد دراستهم والتحقوا بالجبال، ومنهم من نظم مسيرات مثل أبو القاسم الزدور، وكان هذه صدى كبير في الثورة الجزائرية، إذ ساهموا بخبرتهم العلمية والثقافية في الثورة الجزائرية، وخاصة نذكر منهم طالب عبد الرحمن الذي كان يساهم في إعداد القناة في الثورة الجزائرية. هذه التحضيرات 19 مايو لم تأتي من صدفة، كان سبقها تأسيس جمعية تأسيس اتحاد الطلبة الجزائريين المسلمين وما يعرف باليوجيما، وسبق الانضمام إلى الثورة. هذا التأسيس كان سبق الانضمام. نعم، تأسيس اتحاد الطلبة الجزائري المسلمين ما يعرف بالجامعة، والذي كان له صدى كبير بحيث أبان عن اتحاد الطلبة مع الثورة الجزائرية وتعاطفهم مع ثورتهم، وليس في داخل الوطن فقط بل حتى في باريس. نعم، كيف ما هو دورهم خارج الوطن بأن كانوا متحدين على كلمة رجل واحد؟ نعم، دورهم كان في توضيح القضية الجزائرية بأنها ليست ثورة قطاع طرق كما ادعت فرنسا، إنما ثورة من أجل قضية عادلة هي تحرير بلاد واسترجاع سيادة وطنية اغتصبتها السلطات الاستعمارية لمدة 130 سنة، وكان لها صدى كبير بالجمعيات والنوادي التي أسسوها، وخاصة إضراب 19 مايو 56 الذي كان له صدى كبير، رغم أن فرنسا حاولت قمع هذا الإضراب وزج بالعديد من الطلبة في السجن إلا أنها لم تفلح، بالعكس بقمعها بانت أن الدولة ليست دولة ديمقراطية كما كانت تدعي. والطلاب المتحقوا بالجبال كانوا دورا كبير، خاصة أن الثورة كانت بحاجة للمتعلمين. نعم، ونعرف أن فرنسا كانت تسعى لتجهيل الشعب الجزائري والقضاء على لغته والقضاء على روابطه، إلى أن تحق طلبة بالجبال ساهم كثيرا في تعليم الثورة الجزائرية ونشر التعليم في صفوف الثورة الجزائرية. نعم، كما ذكرتم أن الطلبة كانوا من فئة المتعلمين، كانوا أطباء ومهندسين، كيف ساهموا بعلمهم وساهمت هذه الفئة المتعلمة في دعم هذه الثورة ودعم المسار الكفاح المسلح؟ نعم، ساهمت كثير، مثلا نذكر طالب عبد الرحمن كان متخصص في الكيمياء، وكان مساهما في صناعة القنابل خاصة في معركة الجزائر كما معركة الجزائر، وكذلك الأطباء اللي التحقوا بصف الثورة كانوا يداوون جروح المجاهدين، وخاصة هناك منهم أطباء وممرضات ساهمنا في تدوية المجاهدين، وكذلك ساهموا في وضع خطط. هناك طلبة شبان التحقوا بالثورة الجزائرية كانوا بعبارة عن دعم كبير للثورة الجزائرية، عندكم منهم العقيد لطفي بالقاسم زدور وغيرهم من الطلبة الذين ساهموا في توعية في صفوف الثورة الوطنية وتشبيب الثورة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نصيتهم بالشباب. نعم، وقد وصفهم الاستعمار بأنهم مجموعة شرذمة قليلون، هم يعني يفسدون في الأرض. كيف كانت كذبوا هذه الادعاءات؟ نعم، كذبوا هذه الادعاءات عبر البيانات، عبر الصحف، عبر خاصة أن الثورة الجزائرية كانت لها وفد خارجي في القاهرة. كان يساهم في عبر إذاعة صوت العرب في توضيح حقيقة الثورة الجزائرية وحقيقة هؤلاء الطلبة الذين تركوا مقاعد الجامعات والتحقوا بالثورة ليكونوا دعما لوطنهم وتحرير وطنهم الذي أبوا أن يكون تحت قيد الاستعمار.
نعم، وقد أكد المؤرخون أن هذه هذا مشاركة الطلبة شكل يعني منعرجا حاسما في تاريخ الثورة، كيف ذلك؟ نعم. أكيد ساهمت صاحب الطلبة الجزائريون في التحقيق بصوت الثورة بخلق يعني نمط جديد في الثورة، وهو نمط المتعلمين أو المثقفين، فكانت هناك نظم وقوانين جديدة خاصة بعد مؤتمر الصمام، وقد ساهم الطالبة في نشر التعليم داخل صفوف الثورة، تطبيب المجاهدين أو دوائهم، كتابة البيانات التي توضح حقيقة الثورة الجزائرية، إنما هي حقيقة أنها قضية عادلة تسعى لتحرير الجزائر، وتسعى كما ادعت فرنسا، ليس كما ادعت فرنسا بأنها ثورة قطاع طرق أو ثورة جياع. نعم، ما هم ربما عدد الطلبة الذين شاركوا آنذاك في مساري الثورة؟ نعم، عددهم كيف، هل كان كثير؟ نعم، عددهم كثير، خاصة الذين شاركوا في مظاهرات. نعم، كانت ضربة لفرنسا بحيث أن الطلبة الجزائريين تخلوا عن مقاعد الدراسات وأضربوا وأبانوا عن تعاطفهم مع بلدهم وثورتهم، وتلحق منهم بعض الجبال. كيف ساهم هذا الإضراب في عرقلة أهداف الاستعمار؟ نعم، ساهم بإيضاح أن رغم أن فرنسا حاولت استعطاف هؤلاء الطلبة لجانبها، إلا أنها لم تفلح، فالطلبة أبانوا عن جزائريتهم، وأبانوا عن تمسكهم بوطنهم، وأبانوا عن وطنيتهم، وقد ساهموا في إضراب، وضح للعالم بأن هذه الثورة ذو قضية عادلة، الهدف منها تحرير الوطن وبناء دولة جزائرية ديمقراطية كما وضح في بيان أونوفون. نعم، وقد اختار هؤلاء الطلبة منهم من قضى نحبه في ساحة المعركة، لو تحدثنا عن هؤلاء الطلبة الذين استشهدوا خلال مسار الرحلة اللي كيف هناك رحنا. عدد من الطلبة سجنوا، نذكر منهم بالقاسم زدور الذي ألقي القبض عليه في وهران، وكان مساهما في بيان نوفمبر ومساهما في الثورة الجزائرية، نذكر منهم طالب عبد الرحمن الذي استشهد في 1961 بعد القبض عليه من قبل السلطات الاستعمارية وتم إعدامه، وقال له كلام لما قال له قاضي بأنه حكم على الإعدام للمرة الثالثة، قالوا أنا لا يخفني الإعدام، إنما أديت واجبي تجاه وطني، ولا أنظر لنظراتكم محتققة. صح، نعم، ومن هؤلاء أيضا من سايروا فترة الاستقلال وساهموا في استقلال البلاد، ونذكر منهم صديق بن يحيى وزير الخارجية اللي كان ضمن أعضاء اتحاد العام الطلبة الجزائري المسلمين، وقد كان ذو كاريزما في الوزارة الخارجية. ما شاء الله. نعم، لو تحدثنا عن واجب الشباب اليوم وكيف تكون مهمتهم في استكمال مسار البناء. نعم، والله في التاريخ نحن نتكلم عن الحتمية التاريخية. ما معنى الحتمية التاريخية؟ هي مراجعة الماضي وذكر أخطائه حتى لا نقع فيها في الحاضر أو في المستقبل، وهو ربط الحاضر في الماضي. على شباب اليوم أن يتذكر تاريخه ويتعلم تاريخه، ويحاول أن يكون ويتعلم من أمجاد أسلافه حتى يكون خير خلف لخير سالف، وعلينا أن نحافظ على هذا البلد الذي ضحى عليه الشهداء، ويكون هذا بتعلم تاريخنا، بالحفاظ عليه، بالوقوف سد المانع أمام أي دعايات أو أي معارض أو أي دعاية مغرضة تريد الخطر لهذا الوطن، وأن نكون وحدة وطنية، وأن نقوم بتنمية اقتصادية لهذا البلد. نعم، بما أنكم أستاذ طالب وماستر في التاريخ، كيف ما هي أهمية تدريس التاريخ وتعليمه للأبناء اليوم؟ نعم، الهدف من تدريس التاريخ هو ربط الحاضر بالماضي حتى يستفيد تلاميذنا من أو طلبتنا من 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 ممجد الحال الماضي وربطها بالحاضر حتى تكون لنا أهداف بها في المستقبل. نعم، ونرجع إلى ذكرى اليوم، كيف كانت هذه الذكرى التحاق طلبة عبر كامل الوطن؟ كيف كانت هناك الاتصالات وكيف كان هناك اتصالات كبيرة بين أعضاء الاتحاد العام للطلبة الجزائري المسلمين وقيادة الثورة، خاصة بين يوسف بن خدة
طلبة وكان هناك تحذير للإضراب بحيث لم يأتي من الصدفة، وقد سبق هذا الإضراب أنه فرنسا ألقت القبض على العديد من الطلبة الجزائريين والمسلمين الذين ساهموا في تحضير للثورة، وكان هذا لهذا الإضراب صدى كبير عالمي بحيث أبانت للعالم بأن هذه الثورة ليست ثورة تشجيع، إنما هي ثورة أحرار ومتعلمين ومثقفين يساهمون في بناء وطنهم غدا الاستقلال. نعم، وأيضا ساهمت في تدويل القضية الجزائرية أيضا، والحديث أيضا عن أمجاد الذين سبقوا، كيف كان التعامل مع الثوار مع هؤلاء الطلبة في بأن يكونوا على رجل واحد؟ نعم بالتأكيد أن في بداية الثورة كان تستحق الثورة كوادر، فكان بتحقق الثورة كانوا كوادر علمية، وبالتالي ظهرت منهم ظهرت أهدافهم، وكان المجاهدين استقبلوا هذه الطلبة وكانوا منهم قيادات عليا، خاصة بعد مؤتمر الصمام وعديد المؤتمرات هذه الطلبة كانوا لهم رتب عليا وساهموا في بناء الاستقلال، وخاصة أنهم ساهموا في المفاوضات وكان لهم دور كبير فيها، نذكر منهم رضا مالك وغيرهم، وهذه الطلبة ساهموا في الخطط الثورية بحيث أعطت نمط آخر للثورة. نعم، وكيف كانت مهمتهم في تعليم أبناء جيلهم في المبادئ والتعليم مختلف النواحي؟ نعم، نشر العلم والتعليم آنذاك. نعم، ساهموا في تعليم القرى، وتعرفي أن فرنسا كانت تنشر الأمية وحاولت قضاء على التعليم في الجزائر، إلى أنها هذو الطلبة ساهموا في تعليم الجزائريين وتربطهم بلغتهم بحيث أن اللغة العربية هي من أساس الوطن، وأيضا ربطهم بالإسلام. نعم، وقبل أن ننهي حديثنا اليوم نصيحة لشباب اليوم بهذه المناسبة. نعم تفضل. والله الحمد لله هناك جامعات كثيرة في بلادنا، ونرى طلبة يبدعون في براءة ويحصلون على براءة اختراع عبر الوطن وخارج الوطن، وتوفر الإمكانيات، وكذلك ننصح الطلبة بتعلق بتاريخهم والتعاون لتنمية هذا البلاد. نعم، شكرا لكم الأستاذ طالب عشير، طالب وماستر في التاريخ بجامعة الجزائر. نعم، شكرا جزيلا لكم، نتمنى أن تكملوا مسارككم في دراسة التاريخ إن شاء الله. نعم، لكي تكونوا خير خلف لخير سلف. بارك الله فيك على الاستضافة. نعم، لا شكرا على واجب. نعم مشاهدينا، أنتم دائما على المباشر وبرنامج سلام عليكم، وضمن أركاني وفقرات البرنامج سلتقون بعد قليل ركن ميثاقا غليظة والأستاذة حياة غناي، وأيضا تلتقون ضمن ركن طهور الأستاذ فيصل أحادة الخبير المرشد الصحي للحديث عن شروط الحج الصحية بالنسبة للمرضى الأمراض المزمنة. نلتقي بعد قليل، ابقوا معنا.
أنا وحفظ كل من يبني الجزائر اليوم ودائما مع أركان وبرنامج سلام عليكم، وضمن أركانه ركن ميثاقا غليظا. بعد فاصل قصير. عليكم عليكم سلام. ونرحب بأستاذتنا الفاضلة حياة غناية. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام. نعم. ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخت دلال. نعم. ورحب بأوفياء الركن والبرنامج، وإن شاء الله كالعادة ولفناهم أننا نناقشوا موضوع في العلاقات الزوجية إن شاء الله. نعم، والموضوع اليوم مهم، نستكمل دائما في الحياة الزوجية. اليوم الحديث عن أسباب الملل في الحياة الزوجية، قد لا تكون دائما مزهرة وممتعة. نعم، تفضل. نعم. أكيد، ولها سبب اختياري لهذا الموضوع. نعم. من كثرة يعني الطلبات كل مرة يقولوا لي الأخوات. نعم. ولا الإخوة، تكلمنا على هذه النقطة بالذات، وعلى. نعم. بمرور الأيام في العلاقات الزوجية يحس الزوجان واحد الفتور، واحد البرود. نعم. في العلاقة، واحد الملل، أنهم ما يبقاوش كما قبل الزواج ولا في السنوات. صح. الأولى احنا لازم نعرفوا بلي العلاقات الزوجية كي الشجرة، يعني تحب نلتهو بها، تحب. نعم. نقوم بها، وبالتالي العلاقة الزوجية تحتاج دائما إلى تطوير. نعم. على هذا الملل يكون في هذه العلاقة، لماذا؟ لأنه نتج هذيك العلاقة اللي تجي شغل ما فيهاش تطوير، ما فيهاش. صح. تغيير، ما فيهاش. لازم نعرفوا الأسباب اللي تؤدي إلى هذا الملل حتى نعالجوها. نعم. وبالتالي الإنسان بطبيعته يحب التغيير، ويحب أنه يجدد في السلوكيات، في الطباع، في كثير من الأشياء. وبالتالي كي نعرفوا الأسباب خلاص نقدروا نعالجوها ولا نعدلوا فيها. نعم. اول سبب للملل في هذه العلاقة هي المشاكل. المشاكل. نعم. بمجرد ما تكون علاقة زوجية فيها كثير من المشاكل والتصادمات بدون تصحيح، والمشكل اللي راح يجي بعد هذا المشكل هو عدم الحوار. نعم. الآن الزوج ولا الزوجة اللي يعانيوا من هذا المشكل، إذن بالعقل يبدأوا يملوا. صح. يقول لك هذه ذكاء الحياة الزوجية يشوفوا فيها غير في السلبيات. علاه؟ لماذا؟ لأنهم أصلا عندهم أفكار مغلوطة على العلاقة الزوجية. يشوفوا دائما في العلاقة الزوجية قبل الزواج يشوفوها العلاقة المثالية اللي ما فيهاش مشاكل. صح. ما فيهاش فتور، ما فيهاش. ولكن هنا الأزواج لما تكون كثرت المشاكل في هذه العلاقة ودون الحوار. نعم. ودون الاستماع إلى بعض، ودون الاهتمام إلى بعض، هنا بالعقل نشوفوا باللي العلاقة تاعهم تبدأ يصيبها نوع من الملل. ولو كان هذا الملل كيما الثقة، نقدروا نعاودوا نطوروا، نعاودوا نعالجوا. وكيفاش رايحة تكون؟ رايحة تكون أولا قلنا بالحوار. أكيد. بالاستماع لبعض. حاجة مهمة أنهم مليح لما رانا في الأسباب، لو كان يكون عندهم كيكون عندهم اهتمامات مختلفة، أهداف مختلفة، هنا راح يكون كاين ملل. صح. كل واحد يحاول يركز على الأهداف تاعه والاهتمام تاعه. يكون أناني. نعم. صح. ويكون يهمل اهتمام الشريك أو أهداف الشريك. صح. احنا دائما نقولهم في بداية العلاقة الزوجية أو قبل الزواج، يعني فترة الخدمة. نعم. يحدوا هدف في هذه الحياة الزوجية. ما هو هدفهم في الحياة الزوجية؟ هو الاستقرار. صح. إذا نعملوا على الاستقرار، وأننا يكون عندنا أطفال متربيين. نعم. تربية سوية. أخت دلال، مرات تكون مثلا الأم واقفة على تربية الأطفال وتكون حازمة، وإهمال من الأب أنه لا يهتم بهم نهائيا. أصلا الأم تكره، تقول. صح. لك أنا نحب يكون عندي سند. مثلا هي تعطي أمر للطفل ولا تحاول تربي بطريقة مثلا سليمة، تكون هاي مطلعة وراي متعلمة شيء أشياء، والزوج يعكسها مثلا في سلوك معين، يقول لك خليها وعله، ولا خليه يدير رايه، شغل يلبي له رغباته. هنا أصلا أهدافهم ما هيش واحدة في. نعم. التربية. كذلك اهتمام الزوج في. نعم. كثير من الحالات اهتمام الزوج بالعمل وإعطائه أهمية كبيرة ويقضي وقت. نعم. كبير خارج المنزل، يحدث الملل في العلاقة. صح. الزوجية. ما المفروض احنا وش نقول لهم؟ كل واحد فينا راه مهتم بالعمل تاعه الخاص خارج المنزل، ولكن ما ينساوش انهم
يعطي وقت لهذه الأسرة، يحدوا لها وقت في اليوم على الأقل. رانا نشوفوا فيهم كثير من الأمهات ولا الزوجات تشتكي، تقول لك زوجي يعمل لساعات طويلة، حتى لدرجة يدخل المنزل متأخر ما يشوف أطفال. هذيك لما يدخل خلاص يعني العائلة تكون يكونوا راقدين ولا، وبالتالي تقول لك احنا يا دوكا لأيام ما نشوفوش يجي متأخر، يعطي قيمة كبيرة لهذا العمل تاعو على حساب الأسرة. وبالتالي هنا أكبر خطأ يرتكبوه، وما نقولوش غير الزوج، مرات الزوجة تكون مشغولة ولا تكون مسؤولة ولا ما تخممش، تقول لك أنا عندي عمل لازم نثبت وجودي، نثبت مكانتي، أنني نطور من نفسي، وينساو باللي هذه الأسرة راهي تسنى فيهم. وهنا أخطاء راهي ترتكب، أننا وليداتهم يكبروا بلا ما يشوفوهم ويملوا، حتى الأطفال يصبح وجود الأب مرات في المنزل يزعجهم. لماذا؟ لأن وجوده كان أكثر من عدم وجوده أكثر من وجوده في المنزل. مش قلنا النقص العاطفي، عدم الاهتمام، كل من الزوج والزوجة يحتاج هذاك الارتواء العاطفي، الحب، للاهتمام في العلاقة اللي بيناتهم. احنا ما نش نهضر ذوقا على الأطفال، رانا بيناتهم لما أي واحد فيهم ما يعطيش اهتمام للطرف الآخر وما يعبرلوش على حبه وما يعبرلوش على احترامه وتقديره، هنا يخلق الملل. تشوفوا دائما خاصة الزوج لما تشوي بذل مجهود كبير في للأسرة لإرضائها وإسعادها، وتشوف الزوجة ما تثنيش على هذا الزوج، هو راهو يبذل في مجهود أنه يوفر لهم يعني الجانب المادي، أنه يوفر لهم الراحة، ودائما الزوجة ما تحمدش ربي، حبي يقول دائما يخصها، ودائما لازم احنا واش نديروا باش هذا الملل نحاولوا القضاء عليه. على الأقل الزوجة تنقص من هذه الانتقادات، وأنها دائما تشتكي بنقص الكثير من الأشياء. هي لو كان تشوفوا مثلا خطأ ولا تقصير بسيط في شيء ما، تبقى ولا عمرها شافت خير من هذا الراجل، ولا عمرها شافت، تكفر العشير. هذه هي اللي رانا نتكلم عليها. وبالتالي هنا يا احنا نقولوا المشكلة تاع الملل راهي تبدأ أصلا من الشخص في ذاته، نفسي عدم الرضا على هذه العلاقة، وعدم الرضا على هذا الزوج. يعني مرات تشوفيها زعما خطوبة وعرس وعلاقة، ويعني أشهر يحضروا هذاك العرس، بمجرد بعد العرس أنها تكتشف تقول لك أنا مشي هذا الزوج المناسب، ولا مشي هذه الحياة اللي راني نطمح لها. هنا وش نقول لهم؟ البناء أولا يبدأ من قبل، ولكن بمجرد ما رانا متزوجين لازم نرضاو بشطانة رب العالمين. وكاينة حاجة هي الصراحة. المشكل الأخت دلال بيناتهم اللي يخلق الملل أنهم ما يصارحوش بعضهم. مثلا تشوف باللي كاين خطأ، تشوف باللي كاين تصرف غير لائق، تشوف طبع معين، نصارحوا بعضنا. أنا تكلمت على واحد النقطة في العلاقة الزوجية اللي نسميها النقطة العمياء، الأخطاء. مثلا أنا نشوف الزوج تاعي أخطاء ولا يشوف فيها أخطاء، وأنه يبدأ يتمرد ويبدأ ممكن يقارن ولا يناقش ولا يعاير ولا، ولكن ما يقوليش بلي عندك خطأ معين. ولا مثلا مرات الزوج يكون عنده يكون عصبي ويكون عقليته شوية وعرة، الزوجة ما تتجراش أنا تقول له راك تتصرف تصرف غير لائق، الكلمات لا تقال مثلا. يحاولوا أنهم يكونوا صرحاء مع بعضهم، يخلقوا عدم خلق جو للمناقشة، عدم خلق جو إلى الحوار، ونسمعوا بعضنا. دائما نتكلم عليها أخت دلال، أننا نسمعوا لبعضنا راهي تنقص كثير من المشاكل. التطوير ولا عدم التطوير، لما تشوف الزوج ينتقد الزوجة ولا الزوجة تنتقد زوجي في بعض الأمور، ما يطوروش من رواحهم ولا ما يحاولوش أنهم يغيروا هذاك النمط الروتيني الممل. كي يطول راح يخلق واحد البرود في العلاقة، حتى يوصلوا إلى كما تكلمنا المرة اللي فات، يوصلوا إلى الطلاق العاطفي، عايشين مع بعضهم ولكن لا يعطينا اهتمام أي واحد فيهم للطرف الآخر. نعم، هذه تقدر تقول نقاط مهمة أسباب. في نقاط مهمة ربما على الزوج أو الزوجة
يعني أن يعوا مهارات القضاء على هذا الملل. نعم القضاء الملل عليه. نعم مهم جدا. لازم يسعى كل طرف للقضاء على هذا الملل. أنا أقول لهم هو أصلا يعني تشوفوا الملل بعد سنوات من الزواج، وبعد ينسوا أنها هذه العلاقة يمكنها التجديد وتقدر تتطور، ولازم يخلقوا برنامج مشترك بينهما. شوفوا برنامج مشترك في الحديث. نعم ونذكر المشاهدين بأنهم يمكنهم المشاركة في الركن وإبداء يعني تجاربهم في الحياة الزوجية من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة. نعم قلنا للقضاء على هذا الملل اللي يكون بيناتهم يخلقوا برامج بيناتهم. هي حتى تشوف بعض العائلات وبعض حتى ناس شوية كبار تشوفهم يديروا برنامج بيناتهم ويخرجوا قادرين مثلا يروحوا في نزهات قصيرة، رحلات قصيرة. مثلا يديروا برنامج في فصل الشتاء ولا الربيع الحمامات المعدنية اللي بيها أولا تغيير جو. السفر أصلا يمتع ويبدل واحد كيبدل الجو أصلا، العقلية تتبدل، النظرة تتبدل، تجي مرتاح نفسيا. الحوار مهما كانت الظروف أننا كل حاجة تناقشوا عليها. شوفوا البناء لما يكون من الأول صحيح ونكونوا متفاهمين أن كل إشكالية كل نقص كل مثلا نشوفوا التغيير، الشخص هذا راهو يعيا أكيد. يتعب مثلا احنا واش قلنا، ولكن كن نعرف باللي الطرف الاخر راني ونحس به باللي راهو عيان تعبان، نخلقوا هذاك الجو اللي مثلا للحوار، جو للخرجات الترفيهيه، راح يخلق واحد الجو رائع. اننا نبداو نتخلاو على هذاك الجو الممل اللي هو يصبح عمل روتيني. اللي ممكن يهملوها هي إعطاء وقت للشريك، إعطاء وقت خاص له. ما نقولش الأسرة، الأسرة رانا مع الوليدات، أنا نأكل كيف رانا مع بعضنا، أنا نقصر رانا نحكي، ولكن وقت للشريك، تلبية رغباته خاصة المشاعر راح تلعب دور كثير. حتى تقول لك احنا يا خلاص بعد سنوات وعلى رانا عايشين مع بعضنا، يلقى مشي شرط أنني نعبر له على حبي له ولا اشتياقي له، ولكن مهم جدا كل طرف محتاج. هذه سبحان الله كأننا وقود لتقوية العلاقة، لدرجة أن كل واحد فيهم ينتظر الطرف الآخر أنه يهتم به، الطرف الآخر أنه هو اللي يعبر له على المشاعر، وكل واحد يقعد يستنى وراهم يستنى يعني. وبمرور الوقت أخذ دلال. ما هو أثر الهدايا في هذا؟ شيء جميل وشيء رائع. الهدايا شيء دائما احنا نقوله باللي لدينا تأثر. اتصال من ولاية المدية أمة الله. تفضلي. مرحبا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلك. استاذة احنا بزاف رانا نستفادوا من الحصص تاعك ما شاء الله. سلمك. وكاين ناس بزاف حابين يعرفوا المقر تاعك وين راهو. المقر ممكن. إذا المكتب تاعي في ولاية بازا في القليعة، مكتبي موجود في مركز الحياة للتدريب والاستشارات. تدريب والاستشارات. شكرا بارك الله فيك أستاذة. بارك الله فيك. لدينا اتصال آخر من ولاية إيمان من ولاية تلمسان. تفضلي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أخوات. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تفضلي. الحمد لله. وأنتم لباس؟ الحمد لله. أستاذة في الاستماع. تفضلي. أختنا عندي مشكلة مع الزوج تاعي. تفضلي. مشكل نقدر نقوله عنيد. نعم عنيد. وانا يعني نقتنع باللي انا اللي عندي الحق وهو مصر على العناد تاعه، على العناد تاعه، وانا نحاول نتناسى هذيك المشكله اللي تكون بيناتنا نتناساها، هو يزيد يذكرها ومقتنع باللي عنده الحق. نعم. العناد يكون في قرارات أختي؟ في قرارات معينة في الأسرة؟ هكذا كنا يقول لك وجهة نظر هكذا بيناتنا، كنا نتعاملوا هكذا بيناتنا. مثلا اللي تحبين نطرح لك واحد المشكلة صار بيناتنا مؤخرا نطرحه لك. شوف الأخوات على العريضة إلي يسمحوا.
نعم ربما نتكلم عن الموضوع بطريقة نعم باختصار إن شاء الله. باختصار تفضلي نعم أختي باختصار تفضلي. كما ما يدلش ما يدل أنا الزوج تاعي أنا الزوج تاعي ما يدلش الأولوية لي يدل الأولوية لطلاقته يقول لك على على أولادي باش ما نخسرهمش طليقته نعم ومقتنع مقتنع باللي عنده الحق نعم نقول انا اللي راني الزوجه تاعو يدير لي الاولويه ليا تسمعي الاجابه اختي نعم تسمعي الاجابه كنت حبيها الاخت تعطيني الرقم تاع المختص ناظر مع عندي معليش يعطيوها لك في العائله ماشي مشكل ما نقدرش نناظر مع الهواء معليش معليش ماشي مشكل الزملاء يمكن نعم ماهوش مشكل نعم ان شاء الله باذن الله حاولي تسمعينا اختي الكريمه نعم لدينا اتصال اخر نعم ألو نعم تفضلي السلام عليكم السلام عليكم نشكركم على الحصة بارك الله فيكم الله يسلمك ربي يبارك فيكم أريد المشاركة من أسباب الملل في الحياة الزوجية أولا الثقافة التربوية لازم تكون بين الزوج وبين الزوجة كاين ثقافة تربوية بالنسبة للأولاد باش هو ما يقولهاش هاكي درتي هكذا وربيتي هكذا هو هذا يدير الملل تكره الزوجة وكذلك محاولة التغيير في كلش في المنزل توافق في التغيير في المنزل في الأثاث في الهدية في التهادو تحابو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كامل يديروا تجديد في الحياة الخروج للخارج البسيطة ماشي شرط الإنسان يتكلف ماشي شرط يتكلف ماشي شرط يتكلف أشياء بسيطة الخارج البسيطة الهدية البسيطة من الزوجة حتى ولكن هو ما تفكرش هي تتفكر هكا يحاول هو نهار اخر يتفكر وهي رايحه هذه هي انا نشوف فيها هذا ويحاول التجديد في الاولاد في كل شيء تربيه الاولاد والحوار اكثر حاجه هو اللي يعتمد عليه الانسان الحوار خاصه هو اللي يحل المشاكل كامل بارك الله فيك اختي شكرا على المشاركه نعم. على الحصه شكرا جزيلا وفيك يبارك الله شكرا نعم نرجع اليك استاذه للاجابه على سؤال اخت المتصله من ولايه المسام التي تعاني من عناد الزوج نعم والتي قالت انه يفضل ارضاء الطليقه على حسابها لا هذا اصلا يعني او عنده مشكله ماهوش عارف الحقوق تاع كل واحد فيهم من حقه من حق الاطفال عليه هذه بدون مناقشة يعني صراحة قلت لك يعطي أولوية لأبنائه يعني من الطليقة وما يعطينيش أولوية هي من المفروض يكون توافق هنا للطليقة تاعه طليقة يعني اهتمام للطليقة أنا فهمت باللي يهتم بولاده اللي راهم مع الطليقة يعني هو أعطيهم قيمة أكثر ويقول لهم باللي ويقول لها باللي هما الأولى نعم هي قالت يهتم بالطليقة لإرضاء الأبناء نعم لإرضاء الأبناء نعم تالي هنا مشكلة أصلا هي مشكلة صح. في الزوج هنا عنده الحق يهتم بوليداته باينة حاجة نعم. حاجة مفروغ منها حتى هي ما تقدرش تناقش في هذا الأمر أكيد ولكن يكون عدل يعني نعم. صراحة هي الزوجة راهي موجودة في المنزل وراهي تشوف راهي تميز خاصة كي ما يعطيهاش اهتمام لو كان يعطيها وقتها ويعطيها حقها في كثير نعم. من الأمور تاع العلاقة الزوجية إذا هنا راح تكون مرتاحة نفسيا صح. وهي وحدها راح تقول هذا واجب قدام رب العالمين هي مش راح تحرمه من وليداته ولكن يهتم بالطليقة هذه ما عندها حتى معنى يعني صراحة أنا هل لها حق عنده يعني طريق نعم طريق إيه أنا نعم. فهمت بالأطفال وإلا راه مهتم بأطفاله هذا شيء نعم. شيء عادي ولازم تتقبل هي ممكن جدا راهم عنده أطفال وراهم تهلي فيهم وراهو يتواصل معاهم ولا صح. ولكن أنه يهتم بالطليقة الطليقة نعم. تبقى ممكن جدا التواصل نعم. معها للضرورة أمر يخص الأطفال أطفال أمر يخص هي الأطفال الآن امرأة أجنبية يعني لا يحق له يعني الاهتمام بها أكيد نعم. هي امرأة أجنبية عليه نعم. مباشرة يعني إحنا ما نشرحين نغطي الشمس بالغربال هذا شرع رب العالمين إذا ممكن يتواصل معها فقط من أجل أمر يخص الأطفال ولكن لما يكونوا الأطفال كبار ويفهموا راح يتواصل معهم مباشرة نعم. ولكن هنايا المشكلة يا سيدتي الفاضلة ما راهش فيك مشكلة في الزوج لازم يفهم بينه وبين نعم. رب العالمين كيفاش يحاول أنه يوفق بين هذه العلاقتين أبنائه مع الزوجة الأولى نعم. الزوجة الثانية راهي تعاني تقول لك أعطيهم أهمية وما يعطينيش قيمة نعم. وبالتالي هنا صح فعلا مشكلة أنت وش راح تديري تصبري تحتسبي أمرك لله أكيد نعم. هذا أصلا وأجر عند رب العالمين لو كان توسعي خاطرك وأن ربي راه يشوف يعني أنه الإنسان يدعي نعم. وإن شاء الله ربي يوسع لها خاطرها
ترضى بالشيء اللي كتبوا لها رب العالمين، وبمرور الايام حاولي تكوني الزوجه المثاليه ليه، انك تثبتي انك هو اصلا لما طلق حب يقول راه كاين مشكل. صح. حاولي انك تثبتي انك الزوجه المثاليه والمناسبه في هذا الظروف. نعم، ومن هنا الحديث عن اسباب السعاده الزوجيه والذي هو موضوعنا اليوم. تعليق برك على على التجديد، قلت لك من اسباب المشاكل وعدم التجديد. نعم. يعني الزوجه ما تجددش في شكلها، ما تجددش في سلوكياتها، ويعني وكاين مشكل انا ناكد. نعم. عليه كثير من المشاكل. انا تجيني الاستشارات بعض الاخوات حتى نبدا نسال ونبدا نتحرى ونبدا نعرف واش كاين اسئله خفيه، تلقاي عدم التوافق في العلاقه الحميميه يخلق. نعم. مشاكل ويخلق ملل، يخلق فتور في العلاقه، وبالتالي هنا لازم ينتبهوا لهذا الامر. العلاقه لازم تكون يعني دائما متجدده، ويكونوا على الاقل هما فاهمين هذه العلاقه كيفاش رايحه تكون. نعم. كذلك حاجه مليحه بالنسبه للحلول انهم يحاولوا. نعم. يطوروا من انفسهم انهم يلتحقوا بورشات او دورات في العلاقات الزوجيه. صح. رائع جدا. الكثير من الحالات اللي تجينا لما هي تكون متزوجه ممكن 10 سنوات 15 سنه، لما تسمع ورشه وتحضر. نعم. ورشه ولا دوره رايحه تعرف تاتي بنفس جديد، تحس باللي راهي هذه الامور اصلا ما كانتش تعرفها، وبالتالي رايحه تجدد من علاقتها الزوجيه، ورايحه تعطي لهذه العلاقه دفعه روح جديده انهم يتواصلوا. عادي جدا انه. صح. ان الانخفاض في العلاقه وفي الحب ينقص، بصح احنا لازم قلنا هذه العلاقه راهي كي النبته. نعم. الا كنسقيوها، الا كنتهلاو فيها، وبالتالي. نعم. مرات الرجل يحب اهتمام ولكن ما يعطيش الاهتمام، يحب. صح. هو يهتموا به، ولكن الاهتمام هنا يكون متبادل. اسباب السعاده التشاور والحوار والاهتمام ببعض راح يوفر كثير من. نعم. المشاكل. دائما نقول لهم اسمعوا لبعضكم، حاولوا انكم دائما تخلقوا مواضيع تهم الاسره لتطويرها لتفادي. نعم. الملل. بارك الله فيك استاذتنا الفاضله على كل هذه المعلومات، امتعتينا اليوم بكل هذه النصائح. نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم في نفس الموعد ونفس اليوم. إن شاء الله. نعم. ان شاء الله موعدنا ان شاء الله راح نتكلموا الاسبوع. نعم. المقبل ان شاء الله على الام. نعم. ان شاء الله. بارك الله فيك استاذتنا الفاضله، ودائما مع روبورتاجاتنا وبورتريهات البرنامج لهذه الصبيحه، بورتري لحافظ القران مع الزميله فلا بن كردو. عليكم سلام. معكم التلميذة أميرة خديوي، أبلغ من العمر 10 سنوات، تلميذة في سنة الخامسة ابتدائي، التحقت بهذا المسجد في السنة 7 من عمري. كانت بدايتي إن أن أمي تحدثت مع المرشدة نبيها، فتحدثت عن هذا المسجد وأن يمكنني الالتحاق به في هذا العمر. ثم بدأت بالحفظ رويدا رويدا حتى صرت في الحزب العاشر، كما شجعتني كثيرا المرشدة وأستاذتي أكيد ووالدي. في البداية كنت أجد صعوبة في أن ألقي أو أن أرتل القرآن بالتجويد، يعني المشكلة كانت في الأحكام، ولكن الآن الحمد لله تحسنت يعني وحفظت حتى الحزب التاسع، وفقت بين الدراسة وحفظ القرآن، فقد كنت أنظم وقتي بين قرآن راحة ودراسة. الطريقة هي أن نحفظ في المنزل ثم نعرض على الأستاذة فتكتب لنا نتيجتنا إذا كنا جيدين أو ممتازين، ثم نراجع الصورة حتى لا ننساها. وأنصح الأطفال أن يلتحقوا في السن المبكر إلى المدارس أو المساجد، إلى المدارس القرآنية أو المساجد، لأن القرآن سيفيدهم في الدنيا وفي الآخرة،
وأشكر كثيرا المرشدة وكل الأساتذة في هذا المسجد، كذلك والدي، وأتمنى أن أكون من حفاظ كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شريعة الله للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى، لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان. محمد أيقظ الدنيا بدعوته، محمد أيقظ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع أهلا بكم مشاهدينا، ودائما مع برنامج سلام عليكم وركن طهور بعد فاصل قصير. سلام عليكم، عليكم سلام. ومعنا الخبير الصحي الأستاذ أحادة فيصل. السلام عليكم، كيف حالك سيدي؟ الحمد لله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نشكركم على الدعوة. أكيد لا شكر على الواجب. والموضوع اليوم. نعم. الذي إن شاء الله نحن بصدد، أنت بصدد التفصيل فيه، عن مرضى السكري والحقيبة الصحية الخاصة بالحجاج المرضى بالسكري. نعم. نعم. ونذكر المشاهدين بأنهم يمكنهم المشاركة في البرنامج وتقديم كل الإنشغالات الصحية. نعم تفضل. نعم، فيما يخص. نعم. أمراض السكري، المعروف أن الحمد لله رب العالمين راني نشارك في التطهرات، عدة تطهرات حتى خارج الولاية، يعني نحسوا المواطنين والحجاج. صح. حجاجنا اليوم ما يمين المقبلين أداء مناسك الحج. الحمد لله رب العالمين، أنا ممكن شوية كما يقولوا قديم شوية في التيرة. نعم. كنا نشوفوا أيام زمان كنا نشوفوا إلى كبار سن. صح. ليروحوا للحج. الحمد لله رب العالمين، نشوفوا شباب 22 سنه 23، البارح شفت شاب وقيله 23 سنه ما شاء الله مقبل على اداء مناسك الحج، رايح هو والام تاعو الله يصيبو ما شاء الله. علاش انا نفرح؟ لانه انا ماذا بيا ناكد على شيء. نعم. اهم وتفتخر به الجزائر. نعم. وهو البعثه الطبيه. صح. لان انا من اهل الطب ومن اهل الصحه العموميه. نعم. البعثة الطبية تاعنا تتكون من 814
ولا 21 شخص ما شاء الله. نعم عندك حوالي 213 من الحماية المدنية، عندك حوالي 197 ولا 87 من الطب والصحة العمومية اونتر ميدسان باراميديكال دي زانفيرمي دي زيديكاتور سانيتار ولا نيتريسيون مختلف توت ان ستاف ميديكال. نعاودو نرجعو ايكيبي سي كوا ليكيبمون. ليكيبمون الجزائر عندها 6 مستشفيات، 6 مستشفى مستوصف، 6 مستوصفات طبية في مكة المكرمة ما شاء الله، ومستشفى واحد ما شاء الله. عندنا 3 مستوصفات في المدينة المنورة، دينا 6 طن من الأدوية ما شاء الله. هذه هي الجزائر. على بالك البعثة الطبية الجزائرية كلاسي بارمي توجور بارمي لي ميور بعثات طبية على مستوى على مستوى موسم الحج، لأن تقدم خدمات ليس للجزائريين فقط صح، بل لكل الدول أكيد. يعني اللي يكون مريض يقدر يدخل البعثة الطبية والحمد لله رب العالمين ما شاء الله. لما نرجع للأيام تحسيسية وتوعية نتكلموا عليها يوميا، لأنه الحاج يوجد من الحجاج من هم مصابون بمرض سكري والضغط الدموي. نعم. أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض 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 الربو. نعم. لا مانع لنا في الذهاب لهم، ولكن صح. باستثناء اللي عندهم مضاعفات الخطيرة. نعم. والاستثناء الثاني وهو الاستشارة الطبية. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل الذهاب يعني. أولا. نعم. قبل الذهاب إداء مناسك الحج على المريض أن يستشير طبيبه. نعم. ماهوش ممكن المريض يقول كون نروح للطبيب وكان يقول لي ما تروحش، ما كان حتى طبيب جزائري يقول لك ما تروحش الحج. صح. العكس يساعدك، وأنا على دراية. نعم. بهذا يساعدك وينكادريك دي فاصون. نعم. يقول لك واش تدي واش ما تديش، لانه توجد وصفه طبيه خاصه بالحج، وهي ممكن المصاب بمرض السكري المعروف ان كل 3 شهور يشوف طبيب المعالج له. نعم. وكل 3 شهور يعطي له الوصفه الطبيه، ممكن يكون استثناء انه في هذا 3 شهور يكون في مكه صح. لهذا. نعم. توجد الوصفه الطبيه الخاصه بالحج ما شاء الله. والوسط نروح عند الطبيب ديالي نشوفه نتكلم معه يعطيني نصائح. نعم. يعطيني الوصفه الطبيه، نحكم التليفون تاعي نصور الوصفه الطبيه ونخبيها الوصفه الطبيه بلا كارتشيفه، نروح للصيدلي نتعامل معه نجيب الادويه تاعي نحطهم في الحقيبه، الحقيبه التي تؤخذ شهر كامل. نعم. تؤخذ عن طريق اليد. نعم. تروح امه نديها معايا، هي الباسبور ادوكا كاع معايا. نعم. باجاج الجباب الامهات تاعنا والحجاب والقناط الاباء تاعنا في الباجاج، الادويه باجاج امه يتبحر. نعم. الباجاج عندي وين شنشري تما قندوره صح، تبحر الباجاج عندها وين الجلباب ولا الحجاب تما. نعم. تروح الكدوة تحصل صح. ولو نقول ان البيت الطبية تأخذ الأدوية المخفضة لنسبة السكر. نعم. في الدم للسكر الدم، المخفضة للضغط الدموي، الأنسولين، الأقراص. نعم. أدوية مخصصة للحمى والسعال وكل الأدوية. نعم. وكل ما يحتاجه الحاج، هي دراسة علمية. نعم. من طرف أطباء ومختصين في المجال صح، ممكن عندهم تداول كل سنة يروحوا على دراية ما يحتاجه الحاج، لأنه الحاج الجزائري إذا استعصي عليه الأمر وتبحر له الدواء ما يقدرش يروح يشري في الفارماسيان في الصيدلي في 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 المملكة السعودية صح. لماذا؟ لأنه غالية الثمن صح. زيد على ذلك نتكلموا عن الميتفارمين، هذا دواء واحد في العالم. نعم. دواء أولي، ولكن كل بلد وعنده اسم ثاني صح، حتى العلبة ما تشبهش نسبة. كل مريض يروح يشري يقول لها ماشي هذه تاع دواء، لانه العلبه الموجوده في الجزائر غير موجوده في المملكه. لهذا. نعم. يجب على كل المرضى اخذ الادويه المخصصه لهم، عندي الضغط الدموي ناخذ. نعم. الادويه المخصصه لي. نعم. عندي السكري المخصصه لي، عندي مرض بالتوازي مرض سكري والضغط ناخذ زوج الادويه، ناخذ آلة قياس نسبه السكر في الدم الخاصه بي. نعم. وحبست كسرت تبحرت موجوده
في البعثة الطبية، ولكن صح. ناخد ديالي لماذا؟ لعندنا حوالي 41,300 حاج ما شاء الله. نعم. يعني هاد الحجاج هادوما نعم. لو كان كل واحد ما يديش الأدوية تاعه، وكان كل واحد ما يديش آلة قياس نسبة السكر في الدم صح. ولا آلة قياس الضغط الدموي يعطل ربما. بارك نعم. الله فيك، ما نكفيوش. لهذا كل واحد يدي، وإذا استعصي الأمر فاستعصي الأمر، حبست كسرت نعم. يقدر يروح للبعثة الطبية يجيب نعم في حالة هذه حالة استثنائية نعم. ولكن على المريض أخذ هذه نعم. الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة. أنا مقبل على الحاج وش ندي؟ نعم. المريض يتسأل وش ندي؟ صح. أقول قاعد تحكوا أعطونا وش ندو؟ ندي الأدوية المخفضة للحمى، ماشي كرتون، علبة. ندي للإسهال، ضد للإسهال. صح. مشان سيتي لو نو باسكو معروفة. صح. للإسهال. علبة. صح. علبة للإمساك، ضد الإمساك. صح. علبة. ندي دامضات. كومبراس. مشاهد كان يحصل. لي كومبراس. تيري دي زي. ولا دي مبوطة. نعم. ما نديش علبة كومبلي هكذا باطان نشديها معايا. نديرها في. نعم. في حاجه صاشي صغير ولا تشليق صغير باش ما نديكوش غادي الفوليوم. صح. نحطها في الباجاج، هذاك يروح في الباجاج. ندي ما نديش الكول، الكول ما نديهش، ممنوع. وجود الكول هو ممنوع. نعم. زيت الزيتون ممنوع. صح. استثناء ان يدي واحد قرعه صغيره، العجائز الامهات تاعنا تقول لك انا زيت على البلاد وما نسمحش فيه ودارنا. نعم. وزيت على البنات تاعنا بنين، عباك علاش بنين تاع الجزائر زيت؟ لانه مسخي بدماء شهداء ما شاء الله. نعم. بنين تاعنا الزيت خا او كلاسا بارمي لي ميور. صح. لي ميور زويل في لو موند. نعم. يدي معاه لي بافات يا اخي. صح. قاعد جينا كورونا. صح. كل العالم جوز كورونا، قاع ولفنا لا بافات، ما كانش يموتش لا بافات. نعم. عليه باخذ الكمامه، الكمامات علبه تاع 100 ولا تاع 50 يديرها في صاشي ويحطها في الباكاج. نعم. سي ميل فوا ما يديش الباطا، ما تاخذش الباطا، تاخذ الفوليوم. صح. وتدير كاع الفاليزه، ندو حاجه خفيفه. ما نديش الموس، ممنوع. ممنوع. ناس دات الموس ولحقت المكه. صح. وما جاتش الكابه وريكلاموا على الكابه، والحمد لله رب العالمين دوكا يعبز قبلها يسقفالي اونطري صورتي، يعبز اونطري يخرج الكابه تاعك عيف الجزائري يقول لك شي واش جبت فيها؟ جبت فيها الموس، ممنوع تحبس. صح. فرشيطه تحبس، المغرفه تحبس، نحجو ناكلو. صح. كاين حبيت ندي انا يا يما رايحه للحج نشيلها الموس، نشيلها الفرشيطه، نشيلها المغرفه، كاينو بلاستيك. نعم. كاين دي بوا دي ساشي دون بلاستيك، نشيلها وحده وحده ما فيها باس. اما الحديد ولا الانوكس. نعم. ولا حاجه الماده او ميتال ممنوع. نعم. لهذا ما نديش معايا، وانا ما ندوش البيطادين. الناس دارت البيطادين والكابا كيطيح وتنوض البيطادين حوايج كاع يولوا صفوره دبغوا. ما ندوش البيطادين. نعم. ما ندوش دواء حمراء، ما ندوش كل هاد الادويه ما نسقوهمش. نعم. لانه البعثه الطبيه اخذت كل شيء. نعم. باستثناء الادويه المخصصه لي. اكيد. الناس تدي المقص، المقص ممنوع. نعم. دوك ديت مقص صغير ما فيها باس. ادي طوندوز بالنسبه للرجال، او كاين طوندوز دي صغار هكذا يديروا 200,000 150,000 هكذا. تديها معك تحفف بها وترجعها وراك تستعملها شي حاجة العام الجاي. صح. احسن. نعم. انا بابا رايح للحج. ولا يما رايحه للحج. وحاجة الحج ماشي سهل. بالقرعة وبالدراهم. الناس قالوا غالي، كتبوا غالي الثمن. نعم. قلت له رجعت له واحد قلت له تدخل ب 85 مليون للجنة؟ 85 مليون تدخل الجنة؟ صح. 85 مليون داخل الجنة، سبحان الله. كاين فوق هذه؟ لا يوجد. والتقلاق. شهر تدخل الجنة، كاين فوق هذه؟ صح. صبر. البارح واش قلت لهم؟ قلت لهم تدوا زوج حاجات معاكم. والثالثة لا مفر منها. الأولى تدي تعبئة الصبر. صح. لازم تصبر. نعم. ما راكش راح فواياج أورغانيزي لاوت كام راح تلقى أكثر. نعم. من 3 ملايين كيما أنت جاو يحجوا. صح. جاو يتعبدوا الله عز وجل، جاو يدخلوا الجنة.
كيما انت. صح. تصبر انت رايح باش تدخل الجنه، محطه باش تدخل الجنه. يرجع كما ولدته امه، يعني الجديد ولد بلاه سبحان الله العظيم. كاين فوق هذه عليكم بالصبر، تصبر. نعم. والجدال على بالك حنا الجزائريين نلحقوا تما، والجزائر على مذهب، وكاين ثلاث مذاهب نتلاقاو بهم، يكون الجدال. الناس ما دايرش هكذا، ما عندي مرشد ديني، نعم، عندي عالم جزائري، عندي ائمه جزائري نستدل به، ما نروح عند حتى واحد نشاور. نعم. عندي المرشد الديني، المرشد الديني انا قلت لهم المرشد اللي يكون معكم انتم تتبعوه ماشي هو يتبعكم. صح. وين يروح تروحوا معاه. نعم. واي سؤال الحمد لله رب العالمين، حتى في الفنادق كاين دروس، كاين جزائري ائمه جزائري ما شاء الله يروحوا تما يلقينا دروس للجزائريين. صح. التم نجيب الفتوى ولا جدال. كاين واحد القصه تحضرني كل مره على الجزائريين، قالوا لنا بلي انتم من نرفزين، حنا قلبنا مليح، نحيوا هاد الناس اللي رايحين هم سفراء للجزائر. صح. نقول لهم مثلونا احسن تمثيل، نحوا هذيك الكلمه، حنا من نرفزين، حنا ماشي من نرفزين، حنا عاقلين. نعم. والقلق يزيد من نسبه ارتفاع نسبه السكر. نعم. يفقدك. نعم. كلمة أخيرة قبل الختام. والله. نعم. دونك أنا نقول لهم، قالك واحد الحكيم قالوا كل يوم نشوفك قصة هذه. نعم. كل يوم نشوفك تضحك، ماك زعفان، ماكش متنرفز، ما راك مقلق، علاش كيفاش راك عايش؟ قالوا أنا اللي يجي يجادلني نقولوا عندك الحق. قالوا صح ما تكونش كاع عندهم الحق، قالوا عندك الحق. أنا ماذا بيا في مكة لما يجي عنده واحد يقول له عندك الحق وما يهضر معه ما يهضر معه. نعم. ودير واللي قالك المرشد الديني، نحن مسلمين عن فطرة. صح. ما جاناش الإسلام جديد باش يجي ورونا كيفاش نسلموا. بارك الله. بارك الله. فيما يخص الـ أنا نعطي نصيحة أخيرة. أخيرة. نعم. كل ما يحتاج. نعم. أي شيء القناة تعطيك الرقم تاعي منا نقول. ولا يجي. نعم. مكتب الجمعية خصاته آلة قياس نسبة السكر في الدم. نعم. يجيديها مجانا، خصوه أدوية. نعم. ومرحبا بالجميع. بارك الله ولا تنسوا الجزائر بالدعاء، ولا تنسونا بالدعاء. شكرا بارك الله فيك أستاذنا الفضيل على هذه المعلومات. نأتي إلى نهاية برنامج السلام عليكم. قناة القرآن الكريم تضرب لكم موعدا غدا بمناسبة أول رحلة للحج، يوم مفتوح بمناسبة يوم الحج. كونوا في المتابعة لبرامج قناة القرآن الكريم. كان في الإخراج دليلة مساعدة إخراج دليلة مولاي، وفي الإخراج نادية قادة، والإشراف سلمى مقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النسيم.